السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان، متخصص في تصميم الهوية البصرية في فوق الماستر في النان. أنا الوقت لو عندي الصفحة مثلا هاي، أجيت علمت عليهم، قلت له أبلاي ماستر تو بيج، وجيت هنا علمت له عن نان. شوفوا إيش صار، أخفالي إياهم، قلت له بديش عليها ولا حاجة من الماستر بيج، فهو شال لي اياها بس عنهم هي. اما في البقيات حتلاقوها موجوده، شايفين هاي؟ لو اجيت على هاي علمت، قلت له ابلاي ماستر تو بيج، وقلت له نان، بديش التذييل هذا، انا مش عاجبني، او انا بدي احط تذييل تاني. فخلص هو النان بشيل لك اي حاجه موجوده في الماستر بيج. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، شير، تضغطوا على زر الجرس عشان يصلكوا كل اشي جديد، وما تنسوش الزر الاحمر، زر الاشتراك، السبسكرايب، واللي عنده اي تعليق، اي استفسار، اي سؤال يكتبه تحت في التعليقات، وان شاء الله راح ارد عليه. واهلا وسهلا فيكم.